صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كان علي كفارة وهي عتق رقبة، والحمد لله أعتقتها، فهل يشملني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار؟ أنت ما أعتقتها من باب يعني التقرب، إنما أعتقتها من أجل تبرئة ذمتك، تبرئة ذمتك من القتل أو من الكفارة، فتبرأ ذمتك بهذا، تبرأ ذمتك بهذا. أما أن يكون لك أجر المعتق الذي أعتق مطلقا وليس عن سبب فلا أدري. نعم.